الإيقاع عالي ومتسارع وكل الناس جارية وبتصارع ماضي الزمن الأضحى مضارع تبدأ حكاية دعم عدلان عم عدلان والزمن الطشة وشكل الدنيا صبحة هشة ناس تتغدى زمن تتعشى وناس جارية بدل تتمشى ناس تتغدى زمن تتعشى وناس جارية بدل تتمشى وسرعة تعدل فيها القشة. صدر تحت توقيعه عدلان الصاوي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العائلية. همك هم يا عم عدلان وغمك غم يا زول إنسان تحلم ونحلم بالمكان أسرة مؤسسة ناس ومكان بلقى نفسنا الرايحة زمان بيت مسؤول وملم حبان والف سلام يا عم عدلان. والله عزبتني انت تقلب زي الدبيب مالك يا اخي والله العظيم الصوت تبيد بعد غزاتكم يا اخي انا جسمي بيترقط من الجوع يا اخي انتوا ليه ما في فطور ولا شنو؟ ليه ما في؟ ما الفطور ده كل يوم متعودين على الساعه 9 يا اخي هسه الساعه بتاعت الاعداديه. لا الفاضل يا اخوي كلامك صح لكن اقول لك شيء كذا خليني اطلع اسال وجهك. خلاص عليك الله وانت جاي راجع يا الحاجه نقرضها يا اخي ان شاء الله عجوره. في عجور بيقرضوا؟ في عجور بيقرضوا يا مرض؟ احنا لاقينا ايش نقرض ذاته يا اخي. لا اله الا الله يا اخي والله يصلني ما طريق يا اخوانا. شو؟ الاجل ما له فاضي كذي. هيدي اول مره تحصل عندنا يا اخي. اتفضل. أرى طب والله جاع شديد عندي بسكويت ولا بلح ولا حلاوة ولا شوكولاتة بتدوسها في الدولاب دي ولا أي حاجة أصبر بها. أنا ذاتي جيعانة لو لقيت حاجة جيب لي معاك إن شاء الله فول مدمس. يلا فول فول جاع شديد والله. أنا ذاتي جيعانة والله. كيف ما في حاجة وليه تفضل دي بس؟ أنت بتزنان يا عدلان؟ شوف اي حاجه في المصاريفات بتاعت البيت دي انا قاعد اسجلها بالورقه والقلم. زمان القروش اللي انت بتديني ليها كانت بتكفي هسه مع الزياده بتاعت المصاريفات دي ما بتكفي. انبوبتين غاز يكمل في شهر شوال السكر اسبوع. انت اولادك دي بيصفوا السكر ده ولا شنو؟ الله المواد التموينيه يا سامي اللي كنا بنجيبها بتقعدنا الشهر كله هسه بس اسبوعين. ليه يا اخوانا؟ ده غير الكهرباء والمويه واللازم منه، انتم بقيتوا مبذرين والله. مبذرين كيفين يا عدلان؟ شوف ده اقول لك حاجه، امجد عشان امشي المدرسه محتاج لي 30 جنيه في اليوم، فطور ومواصلات. ده غير ناس الجامعه بياخذوا 50 جنيه برضه فطور ومواصلات، وبعدهم محتاجين لانه ما بتكفيهم. يا عدلان ده اقول لك حاجه بالله عليك الله، خلينا من الموضوع ده خالص. خلينا نفكر انه الليل نازل حنفطروا شنو؟ خاصة إنه الليلة يوم السبت. سندوتشات. سندوتشات بس. وده بعد الاجتماع الطارئ للعائلة بعد نص ساعة. انتهى. شوها سكر.
في اسبوع؟ بتاع العوض الموضوع ده ما طول كذي؟ والله طول طول هذول الله يتعبنا. سامية اي عوض فيشنا؟ تعبنا نحنا. الفطور عملتوا لنا فيشنو؟ الفطور الفطور بعد الاجتماع. واقول لك حاجه، الاجتماع بعد نص ساعه. ثاني نص ساعه موت نحنا. ايوه العوض هنا هذول سيف هنا يا بيه ماما بيخذ من التمر عليك النبي. هذا كيف هذول نان انت وخذ عندك التمر بخلان بلا شنو معنى معصورين سوا يا اخ. هذا التمر انا زارعه حب لاخيك كما تحب لنفسك. هذا انا اخوي زي الحدي. اقول لك حاجه صح. انا قاعد هنا عليك انا حسيت اللي بلح. بسم الله الرحمن الرحيم. أسرة عدلان الصاوي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. انت ابوي ما له عمل الاجتماع زمان الفطور. والله احتمال داري يتنازع على رئاسة مجلس الإدارة ولا يكون داري رقيق من المراسلة دي. بطلوا الكلام وخليكم جادين شوية. احتمال كلكم بتتساءلوا إنه ليه نحن أخرنا الفطور. نحن يا جماعة بنمر بظروف قاسية. مفلسين. يعني دي ما عندنا ولا أبو النوم حتى. يا أبوي مفلسين كيف؟ أنا من ولدوني ما حصل يوم واحد سمعت بك أنت فلستها. بعدين أمي دي مرة مدبرة. يوم واحد ما خلتنا قاعدين لا بدون فطور ولا بدون غدا. لأنه كان زمان عندنا ميزانية بتكفينا لغاية نهاية الشهر. أسا في عدم ثبات في الأسعار بتاعت السوق. يا ولد التجار كل يوم زايدين الأسعار. يعني هسا نحن بنعاني من نقص في الميزانية؟ طبعاً. الحل للأزمة دي شنو؟ الحل إنه نضطر نعمل حلول قاسية جداً. أولاً ما حناكل ثلاث وجبات. ها؟ ما حناكل ثلاث وجبات. حنفطر الساعة 12 نتغدى الساعة 6 وبالمساء تشرب شاي بلبن. عاش لبن قطة لحمة. في حاجة ثانية لازم نعملها، لازم نعمل ترشيد في الاستهلاك بتاع الكهرباء. عشان كده حنضطر ننقل أمجد للغرفة بتاعت فارس وياسر. وعوض والفاضل حيكونوا معاي في غرفتي وأنا حكون في الغرفة بتاع السارة معاها. بعدينك هنرشد الكهرباء والنت حيكون نص ساعة في الأسبوع لكل واحد حسب الجدول القديم وحسب السن. والبرنامج ده حيستمر لحد متى؟ لحد ما نلقى حلول ناجعة للأزمة دي. يقول له خلو هسه بالنسبة للفطور شيرين ولا الوضع شنو؟ سندوتشات فول كل واحد عيشة. الفاضل بس ممكن تزيدوه شوية. لهنا يعني تزيد الفاضل، يعني الفاضل ياكل زيه زي ناس البيت. قايل اني ضعيف الله شنو؟ ما بعد يا اخي يا بعد العشاء حنطفي الانوار ترشيدا للاستهلاك الكهربائي ولا حاطبق البرنامج تطفي ولا اقطع؟ تطفي. الله يعفرتها العوض. بقينا نتونس بالشمع عشان ما يدخلونا في بند التبذير. والله انا ما شايفك ذاتك كويس. ولعها ولعها نسوي هنا عاد. حبيب ارضي طايا يا سلام، شو اسمع النغمه دي؟ حبيب ارضي طايا. واثنين ليه؟ واحده ما كفايه؟ كل سنه وانتم طيبين. ولع ولع. معقوله ميزانيه البيت تنهار؟ يا اخي احنا الاسره الوحيده لاي حاجه بنجيها بالشهر. بعدين يا اخي ابوي ده عامل اجراءات صعبه جدا يا اخي. انا هسه جعان يا فارس يا اخي جعان. شنو جعان جعان جعان؟ يا يا ياسر يا اخي الاغلى ما تجيب لنا الهواء. بعدين البيت بيمر بازمه. يا اخي مالك يا اخي ما نقيف مع ابونا ده يا اخي. هسه على قلبي انت قاعد تدخل حاجه في البيت ده؟ ما قاعد تلاقيها بالباردك ده كمان دار تتكلم؟ ما
فارس امسك من الزول ده. اسكتوا الاثنين خلاص. ياسر عدلان الصاوي. نعم. وقع. تفضل. قروشك. ده شنو؟ 20 جنيه ما دايرة أنا أمي. ما دايرة؟ ما دايرة 20 جنيه. جدا. أنا حسجل إنك أنت امتنعت عن استلامه وأرجع الخزنة. لا لا خلاص جيبي عورنا والله. بعده. تفضل. تفضل يا سارة. يلا. فيشنا؟ يعني لا سندوتش لا 20 جنيه؟ انت زمنك ده كله من اتخرجت قاعد في البيت، هسه واقف ليه داي تاخذ سندوتش وقروش كمان؟ يعني تبقى علي عطالة وفلس؟ والله أنا مضطهد يا أمي، مضطهد عديل يا أخي. هاك سمح. الحمد لله. تعرف يا عوض هذول مالك؟ انت اللي بتتجفل مالك هذول؟ انا جاي اقول لك كلام. قول. والله تعرف هالعوض؟ والله احنا هناك الجوع اللي عندك نقصه من عندنا. هناك هذول والله احنا نحمد الله نملاها لبن تب وما فهم منا شيء ثاني. وعطاتنا نحمد الله مين مقصرة معانا تب بيجيب لنا الفواكه ويجيب لنا الخضروات هذول الدكاك كان ده إلا نمشي نجيب منه بس يعمل إحياء سكر. تعرف فضل فاضل الفاضل تعرف فضل خلاص جبناها فضل هذا أنت تقول شنو الضايقة الحاصلة دي أنا أكتر زول مستفيد منها. كيف يعني؟ سألتني عشان الناس ذي اللي قللوا من البزار ده شوية إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. واحد جاي الجامعة يدوس سندوتش زي شاف على الروضة. يا صعبان يقول له نمشي ياكلوا في الدكان ويظبطوا بوش يشربوا بارد. وأنا يدوني 20 جنيه أقول له يمشي بها. 20 جنيه بتعمل شنو؟ لكن أحسن آكل ما أموت من الجوع ساي يا زول. كيسنا يا سلام انا لو كنت عارف القرارات دي هتخليك تعملي لنا كسرة كان اصدرتها من زمان. يا كيف اخبارك؟ الصحة تمام؟ الحمد لله. شافني؟ شافني خلاص ده. مالكم مبوزين كده؟ القروش اللي بدونا لادي ما بتعمل لنا اي حاجه. يا خلاص حاول في المدرسه بيقولوا تحط علي. اخواني اولاد امي وابوي نحن بصراحه كده لازم نقول كلمتنا ولازم نرفع مذكر لابوي كلنا نقول له البيت ده داير اداره بتاعت شاب مثلا زي كده. ليه نحن ابوي ده ما يديني الاداره بتاعت البيت دي وانتوا اديني صوتكم وانا بوعدكم تماما انه انا حغير لكم الاوضاع دي كلها وحتكون احسن من كده. رايكم شنو يا شباب؟ ايوه يا ياسر داير تدير شؤون الأسرة وأنا لسه حي ما مت.
أما أنا ما أوريك الإدارة دي كيف. سجم خشمي؟ ياسر دقلنا ولا شنو؟ أنا ذاتي قلت كده، ياسر ما حيعرف يدير البيت إلا يديره أبوي، الله يطول في عمره. اللهم آمين يا رب. شفت أخوك ياسر قال شنو؟ أنا قلنا إحنا عندنا أخو اسمه ياسر. ياسر، فارس، عوض، الفاضل، سامية، سارة، أمجد، سريع سريع الله سريع. أسمعوا، أنا قررت أعمل اختبار، أسلم واحد فيكم 1000 جنيه يقوم بتوفير احتياجات المنزل طوال اليوم ويكون هو المسؤول عن تصريف شؤون المنزل، وإذا فشل في تصريف شؤون المنزل في خلال اليوم ده يعاقب بخصم شهر كامل من مصروفه، والمبلغ ده أنا حديه لياسر. يسري هذا القرار اعتبارا من الغد. سامية. نعم. سلمي ياسر 1000 جنيه. حاضر. انتهى. ياسر. نعم. تعالي بعدها عشان تستلم 1000 جنيه. حاضر. 1000 جنيه لسه وش ناسه؟ والله انا ذاتي محتار، الشيد هذول والله ماشي علي ضنك شديد، بعد سندوتشات والله ال 1000 جنيه دي تسالي ما توكلنا يا اخي. قول 1000 جنيه لفريق قومي؟ 37 فريق قاعدين في البيت، اقول لك كلام، انا شنطتي رايحه على العوض يا اخي، وريني شنطتي انا متعفر يا اخي. هذول انا والله بقعد وراك بلا جوع. خلاص انا حاضر، راح البلد هذول. والجبنة سكر بيبي، جبنة لبن بيبي، أدينا أمجد 30 زي ما كان، أديت سارة 50، أنا شلتها 50، جبنة عيش بمية، عيش بمية وكهرباء بمية، وجبنة لحمة، لا لا يا أخي دقيقة. طيب والسك قول ادينا سكر بيدي يا اخي، دقيقه عليك معي لا ادبي يا اخي، قول ادينا امجد 25 وانا شلتها 40 وجبنا، يا الله يا اخي دقيقه 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 اصبر اصبر، جبنا لحمة بيدي وجبنا لبن، يا اخي اللبن الصباح ولا المساء؟ دقيقة بهنا بهنا احسن، جبنا السكر بيدي ووديت تاني سارة 40 يا اخي، 40 والحرية ديت امجد 25، ديت 20 قول وانا شلتها 35، يا اخي الموضوع ده كده ولا بيجي ولا حاجه. يا أمي يا أبوي يا أمي يا أبوي يا ناس البيت يا ناس البيت أنا آسف يا أبوي، أنا كنت قايل لكم أنتم ما قاعدين تديروا البيت ده، لكن لما اديتوني المبلغ اتكلفت بإدارة البيت ده لقيت الشغلة دي صعبة يا أبوي. يعني ما لقيت لنا حل؟ الحل في زيادة الإنتاج يا أبوي، والله المسؤولية دي حارة بصراحة، وأنا موافق عديل كده ما عندي أي مشكلة، شيلوا مني أي خصومات بس شيلوا مني المسؤولية دي.
الإيقاع عالي ومتسارع وكل الناس جارية وبتصارع ماضي الزمن الأضحى مضارع تبدأ حكاية دعم عدلان عم عدلان والزمن الطشة وشكل الدنيا صيب حد هشة ناس تتغدى زمن تتعشى وناس جارية بدل تتمشى ناس تتغدى زمن تتعشى وناس جارية بدل تتمشى وسرعة تعتر فيها القشة صدر تحت توقيعي عدلان الصاوي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العائلية همك هم يا عم عدلان وغمك غم يا زول إنسان تحلم ونحلم بالمكان أسرة مؤسسة ناس ومكان لقنا في سنة الرايحة زمان بيت مسؤول قول محبان والف سلام يا عم عدلان